صباح الخير أعزائي المتابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينزر بروكر. هذا مالكو كريم مجدي اليوم 28 يوليو 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. انخفاض الدولار الأمريكي مقابل كل الأدوات المالية في طبعا بأمس بعد قرار الفايدة الأمريكي وتعليقات من جيروم باور رئيس بنك المركزي الأمريكي التي أثارت أمالا بمسار أبطأ لزيادات الفايدة. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. أمس كان عندنا مجموعة من البيانات الهامة أمام طلبات السلع المعمرة اللي جيب نتيجة أفضل متوقع 3.1%، بجانب قرار الفايدة الأمريكي اللي جيب نتيجة زي ما كان متوقع عليه 2.5%. اليوم هنكون في انتظار بيان هام هو الناتج الإجمالي المحلي متوقع عليه 253 ألف، وده أفضل من الشهر الماضي اللي كان بنتيجة 251 ألف. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت وتوقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، الاداء السلبي على مستوى كل المؤشرات، اداء سلبي على مؤشر الاي ام اي، على السار، على الفلات ترند، تقاطع متوسطات سعر الاسفل، ثبات السعر اسفلهم وثباته اسفل نقطه المحوريه عند 136، ولذلك نتوقع اكيد مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر 135 30 وراها 134 60 واخر نقطه عند 133 85، مره ثانيه كسر 135 30 وراها 134 60 وراها 133 85. السيناريو الآخر المعاكس تحقق بكسر 136 70 وراها 137 25 وآخر نقطة عند 138 فلات. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.